السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الزلزال مدنية. سورة الزلزال مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله 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 من الشيطان الرجيم الرجيم. أعوذ عين أعوذ ذال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ زُلْزِلَتِ إِذَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ أَرْضُ أَرْضُ زِلْزَالَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ضُ 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 أَرْضُ زِلْزَالَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ أخرجت الأرض وأخرجت وأخرجت الأرض أرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها وقال القاف وقال الإنسان ما لها يومئذ
يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.